وفي سوريا واصل ناديا الجيش وتشرين صدارتهما للدوري السوري الممتاز بكرة القدم بتحقيقهما لانتصارين مهمين في منافسات الجولة 15 والثانية إيابا، فعلى ملعب اللاذقية حقق فريق تشرين الانتصار على جاري حطين بهدف نظيف في ديربي المدينة بعد مباراة شهدت حضور جماهيري كبير. سجل هدف المباراة عبد الرحمن بركات في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وبانتصاره رفع تشرين رصيده ل 33 نقطة ليبقى شريكا في الصدارة مع نادي الجيش الذي تغلب بدوري على مضيفه الوثبة بهدف جاء في الوقت القاتل عن طريق باسل مصطفى عند الدقيقة 86. وفي طرطوس تعادل الوحدة مع الساحل بهدف لكل منهما، وفي حماة تغلب الاتحاد على النواعير بهدف، وبنفس النتيجة تغلب الطليعة على الحرفيين في حلب، وفي دمشق حقق الشرطة الانتصار على جاره المجد بهدفين لهدف، وهي نفس النتيجة التي فاز بها جبلة على الكرامة. عويد وكرة خطيرة أوه.